فكرة تدوير المخلفات عالميا، هو العالم واصل فين دلوقتي؟ وليه القضية دي بقت محورية جدا فيما يتعلق بالتغيرات المناخية كمان اللي هي أصبحت يعني واقع جميل عايشينه كلنا اهو. يعني بجملة الموضوعات. عايز اقول لحضرتك انه يعني يعني الجماعة اللي قدام اللي زي حالاتي يقولوا على الزبالة كنز لا يفنى. يعني احنا نبص للزبالة على انها كنز ولا نبص على انها قمامة. وبالتالي انت كل اللي طالع من منتجاتك كمخلفات، يا بلاستيك يا ورق يا خشب يا زجاج يا حديد يا كذا، فانت كأنك عندك 7 مصانع بالناس بترميها، لكن هي 7 مصانع بتنتج لك 7 منتجات. وبالتالي انا ببص للزبالة كنز لا يفنى على انه تعلمنا من، وانا لا اخشى ولا اخاف ان انا اقول تعلمنا من الزبالين. وعزب الزبالين انا كنت اول مرة احتك ليها احتكاك يعني من اول تخرجي من كلية الطب يعني. ايوه، وفكرة كانت في تجربة حلوة في حي الزبالين وما زالت من اعظم الحياة على مستوى العالم. على فكرة اللي هي تبقى زيرو، مفيش حاجة تروح تترمي. حتة قماش، حتة ورقة، حتة خشب، مسمار، في الاخر ده يطلع لك سجادة شيك جدا وانت كنت شايفها من شوية مجموعة زبالة. لا دلوقتي طالعة، انت النهاردة الولاد في وادي الجديد بيعملوا سجاد بألوان ما تتخيلهاش، بتسألهم يطلع فيها بقايا قماش. تتكلم نفس الشيء في الحصير مثلا، في النخل اللي انت واخده منه، بتاخد من النخل مواد وتعمل ماتيريال. فالقصة انا شفت كمان شباب مصري عاملين مبادرة اسمها فيري نايل. أيوه. بينزلوا النيل، وانا شفت يعني رحت زرتهم مرة، بياخدوا المخلفات دي وعملوها شنط وقماشة ولوحات فنية، ويعني عملوا برضو شغل على قدهم، بس يعني شفت حاجات جديدة برضو ان هم استغلوا مخلفات. التضامن الاجتماعي بتعمل معرض كل سنة. والحقيقة التجارب اللي اتمنى ان يعني كل المواطنين يزوروه، بيبقى هذا المعرض السنة وبيعرضوا فيه منتجات كلها طالعة من حاجات أساسا كانت رايحة ناحية الصناديق القمامة. وبالتالي أنت بتعمل سيفينج، أول حاجة بتنقذ هذه المادة. ثانيا أنا لو أنا بستورد البودر بتاع البلاستيك بستورده ب35,000 و40,000 جنيه، لما باجي أعمل أنا ريسايكلينج الجرانيولز الصغيرة بتاعت البلاستيك ده يكلفك 2500 جنيه، من 2500 جنيه لاكثر من 60,000 جنيه. شوف شوف الريسايكلينج عمل ايه. لو انت كده كده مجبر هتجيبه، انت هتجيبه يا هتشتريه يا هتعمل له ريسايكلينج. بتعمل له ريسايكلينج وبتعيد تدويره، بتكسب انت يا دوبك بتصرف 5% 10% والباقي كله مكسب. وبالتالي انت بتتكلم على ان القمامه كنز لا يفنى، بتتكلم على ماتيريال حقيقيه. يعني انت مثلا تنزل على المعدات اللي موجودة وانت واقف في ميدان عابدين، تلاقي العربية تراكتور دلوقتي اللي هي بتشيلت اكتر من 12 طن عشان تبقى واقفة طول النهار بتاخد على فكرة تجربة رائعة. وانا احيي وزارة البيئة على المعدات، انا شفتها بنفسي. المعدات اللي موجودة في شرق وشمال وغرب وجزء من جنوب انا شفته، هذه المعدات بتدي لك ماتيريال، لان انت العربيه التراكتور الكبيره اللي بتشيل 12 طن دي بتقف طول النهار، اخر الليل تمشي، وبالليل لغايه الفجر تبقى حموله تانية. عملت 24 طن في اليوم، وال 24 طن دول لو انت خدتهم على سكرينر بقى وفرست دلوقتي، على فكره هي عربيه تصنيع عامله اكتر من 12 سكرينر. يعني بتحط الزباله على السير، السير يفرز لك الزباله. هو الواحد ما بقاش بقى كل واحد ينقي وتلاقي السير وهو شدوي ماشي بقى. هو ماشي عمال يقول لك ده ورق وده ازاز وده خشب وده كذا، فده بيسرع العمليه. بتستلمه جاهز طبعا، فانت على طول بتاخد المسامير لوحدها والزجاج لوحده والخشب. ودي عندنا منها في مصر؟ عندنا لا، ده في دلوقتي 12 خط والله. ولسه محافظه اسيوط مستلمه قريب كذا، في 12 خط شغالين فيها. والعربية التصنيع عاملة دور جدا مع والإنتاج الحربي مع وزارة البيئة والوزارات المعنية، عاملين شغل فيها محترم. الجزء الأهم في هذا الموضوع إنك ما بتشتريش من بره الماتيريال دي، أنت لما بتنقذ الماتيريال دي كأنك أنت اللي عاملها وأنت اللي مصنعها،
بتترميها قبل كده او بتحرقها. حتى المدافن الصحيه، انا يعني المدفن الصحي اللي بقى اللي في اول الطريق بتاع بلبيس حاجه محترمه جدا، واللي اتعمل برضو في العبور حاجه محترمه جدا. انا زرت 5 مدافن، لا معمول فيها شغل بصراحه، الواحد يقول ليه واللي عليه، معمول مدافن صحيه على حق. قبل كده كنت بتشوف المدافن الصحيه عباره عن دخان طالع ومقالب وخلاص، لا دلوقتي ده بيتفرز وبيروح كل جزء لانتاجه، وهذا الانتاج بيوفر لك انت عائد انت كنت هتصرفه او هتعمله فورين كرنسي، يعني هتجيب له عمله صعبه. يعني انت حجم البلاستيك اللي احنا بنستخدمه برضو حجم غير عادي، غير عادي طبعا. برضو الواحد يروح يشتري سندوتش يبقى كيس جوه كيس جوه كيس، يعني مش معقوله. ما برضو عايزين نخف حكايه كيس البلاستيك دي. وفي اتجاه عالمي اللي هو الوان يوز بلاستيك باجز دي، خلاص بقى احنا طبقناها وقت طبقناها في وقت المؤتمر كوب 27 في شرم الشيخ، بس عايزين نوسعها. يعني المبادره دي محتاجين نوسعها بشكل كبير، لانه احنا بقى بنستسهل استخدام الكاس البلاستيك دي وهي كارثه كبيره.